السلام عليكم أزول فلاوان، هنا رانا في ولاية بجاية، في بلدية بجاية، في المكان اللي واسمه سيدي علي البحر. هذه الحافلات اللي راكم تشوفوها هي الحافلات اللي راهي تتكفل بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا المركز اللي تسيروا جمعية ويساعدوهم، تقدروا تقولوا عليها مدرسة. راح نوري لكم صورة مصغرة على معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر وهنا في بجاية. ندخلوا لها الحافلة. هذه الحافلة خاوتي كاين زوج في هذا الصندر، كاين واحدة الكبيرة فيها تضمن نقل 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الحافلة اللي رانا فيها تضمن نقل 35 من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا الصندر. شوفوا الحالة الكارثية اللي يتواجد عليها هذا اللي تتواجد عليها هذه الحافلة أمام مرأة ومسمع المسؤولين المحليين لولاية بجاية. يعني الوضع كارثي بهذه الطريقة. يهان، أقول جيدا، يهان ذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائنا وبناتنا. كي نقول أبنائنا وبناتنا هم شباب في مقتبل العمر، قدر لهم أن يولدوا ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ليقابلوا واقع مثل هذا الواقع. شوفوا حالة هذه الحافلة اللي راهي تضمن نقل ذوي الاحتياجات الخاصة. قلت لكم كاين زوج، كاين هذه فيها 35 مقعد، والأخرى راهي في وضع أكثر من كارثي. راح نروحوا لها في فيديو آخر تشوفوا الوضع الكارثي لهذه زوج حافلات. هذه الحافلة خاوتي تروح حتى البلدية القصر، تجيب أطفال وشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا المركز ليتم التكفل بهم بشكل يومي. جمعية اللي راهي تتكفل بهذا المركز وتساعد وتقدم ومن أجل المصلحة العامة طبعا. لكن للأسف الواقع شيء آخر. الواقع يقول أن هذه الفئة تعاني من التهميش على كل الأصعدة. المسؤولين على بالهم، المسؤولين يرفعون شعارات دائما نحن نساند ذوي الاحتياجات الخاصة، نحن ونحن ونحن، ولكن الواقع شيء، الكلام شيء، التصريحات شيء، ولكن ما ترونه هو الحقيقة. هذه هي معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة هنا في بجاية من خلال نقلهم من وإلى المركز. يجوا على 8 تاع الصباح حتى 3 تاع العشية يردوهم للدار. راكم تشوفوا الحالة يوميا. شوفوا خاوتي محكوم بالسلك، ليبونج رائحته كريهة، الناس يقدروا يحكموا أمراض تاع الحساسية في الشتاء خاوتي، البرد والأمطار اللي تدخل لهذه الحافلة. يعني كارثة لا توصف، كارثة لا توصف، كارثة يعانيها ذوي الاحتياجات الخاصة هنا ببجاية. وهنا نقول وراهم المسؤولين، يعني نداءنا اليوم راح يكون للمستثمرين لوجه ربي عز وجل، لوجه ربي عز وجل. شوفوا لهذه الفئة اللي راهي تعاني، هذه الفئة راهي تعاني مليح، راهي تعاني سواء بسبب تهميش المجتمع او بسبب الظروف اللي راهي تعانيها كما هذه راكم تشوفوها. شوفوا الخاوتي، ماشي منكر هذا، هذه يقولوا له منكر، وحسبي الله ونعم الوكيل. وبارطاجيو لا فيديو هذه ان شاء الله تلحق للمسؤولين باش يتدخلوا ويلقاو حل.